يصوروا فيك باش تقربوك. لا ما رجدوا عاد او مراه الحنا تطلع في التلفزيون اليوم نجيب تطلع في التلفزيون. لا بدا زين نشاورنا يا عبد الرحمن الشورى مقبول هذا شكل شنو مورك باي شنو حاجه انت قلت لي 14 حبي بربع عليه بعشي الناس صافي عندي دقله فاخر هذه الليبيه درجه اولى وعندي دقله حتى نفس الشيء فاخر العرجون فهمت وعندي صعيدي صعيدي معسل وصعيدي جاف فهمت هذه الاصناف اللي عندي تو انا موجود هنا والله اكثر شيء بالسوق كل ولا هنا يعني كالمنطقه المنطقه يطلبوا في المعسل اكثر شيء اكثر شيء طالبين الدقله المعسله فهمت بين بجميع انواعها والصعيديه حتى الجافه لها زبونها لكن اللي عليها القبال اكثر حاجه المعسله يعني فهمت مسعود هذه نفسها هي هاي 7 سنين التمر طبعا يعتبر هو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال افطر على 3 تمرات وطبعا حتى في السحور التمر كويس والتمر هذا له فوائد كبيره وكثيره ومتواجد وطبعا في السوق وحتى الاسعار تعتبر متناول الجميع فيها على حسب ما النوعيه في نوعيه جيده وفي نوعيه متوسطه في يعني واحد من الناس نتكلم عن نفسي اني غيرت السحور حليب وتمر فتنه الرب وفتنه البرنامج هذا.